الظاهر انه رونالدو عنده قدرة خارقة او ميزة غير طبيعية بإعادة استنساخ نفس اهدافه وتسجيلها بنفس الطريقة بمرمى بقية الفرق. يعني هدف كان مسجله بفريق رجع سجله بنفس الطريقة بفريق تاني او نفس الفريق. كيف؟ خلينا نشوف سوا. عم نشوف هون كيف نسخة طبل الاصل نفس اللعبة. مستحيل. هذا شو بيتسمى بعالم كرة القدم؟ بيتسمى يا معلم تركيز ذهني، قدرات ذهنية، قدرة على رؤية المرمى وتسجيل الهدف بنفس الطريقة المعتادة. يعني لاعب ما له حل، يعني لما يكون خصمك عارفك ودارسك تجي انت تسجل فيه نفس الهدف بنفس الطريقة فأنت فعلا أكثر من ظاهرة وأكثر من أسطورة. مش معقول يعني نسخة كربونية، نسخة كوبي بيست، شيء غريب يا رونالدو. يعني مغلب يسميك دون. بعلم كرة القدم هيدا بيتسمى ظاهرة لا تفسير لها كرويا.